أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشركة العريقة مرسيدس بنز، رمز الفخامة والأمان في السيارات. النهاردة هنتكلم عن أسعار السيارات المرسيدس الجديدة في مصر موديلات 2019-2020، وكل عربية هنتكلم عنها وعن مواصفاتها وإمكانياتها وسعرها. هحاول أكون مختصر وهتكلم بسرعة علشان الفيديو ما يطولش والناس تزهق. ولو عجبك الفيديو ممكن تضغط على زر أعجبني، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجي لك كل الجديد. نبدأ على بركة الله. الفيديو ده هو الجزء الثاني. اتكلمنا في الجزء الاول على السي كلاس، هنتكلم عن مرسيدس بنز موديل سي ال اي 180. الطراز ده نازل منه فئتين، الفئه الاولى هي الكوبي والفئه الثانيه اللي هي ايربان كوبي. هنشرح كل حاجه عن كل فئه، سعر وامكانيات ومواصفات، ونبدا بالفئه الاولى سي ال اي 180 كوبي. ودي سعرها بعد تخفيض الجمارك وصل 590 ألف جنيه مصري، ولو هتشتريها قسط هتدفع مثلا 20% مقدم، وتقسط على 5 سنوات يبقى هتدفع مقدم 118 ألف جنيه، والقسط هيكون 13524 جنيه على 60 شهر. بتتميز سيارة مرسيدس سي ال اي بالاناقة والرقي من حيث التصميم والاداء، وبتتمتع باداء رياضي متوازن، وبتعمل سيارة مرسيدس سي ال اي بنظام الجر الامامي، وهي من السيارات اللي بتنتمي الى فئة السيارات الكوبيه. وجهزت شركة مرسيدس سيارتها بمحرك 4 سلندر 16 سباب سعته 1600 سي سي، بينتج قوة بتصل الى 122 حصان، اقصى عزم دوران 200 نيوتن متر، نقل حركة اوتوماتيك عدد 7 نقلات، سعة خزان الوقود 56 لتر. وفيما يتعلق بمعدل استهلاك الوقود بيبلغ 6.9 لتر لكل 100 كيلو داخل المدينة، و 4.2 لتر لكل 100 كيلو خارج المدينة. يعني المتوسط استهلاك الوقود 5.2 لتر لكل 100 كيلو. نوع الوقود 95. التسارع من 0 ل 100 بيتم في 8.7 ثانية. السرعة القصوى للسيارة CLA 180 كوبي 210 كيلومتر في الساعة. جنوطها 16، فيها 5 مقاعد، أربع أبواب. سعة صندوق الخلفي 470 لتر، ارتفاعها عن الأرض 16 سم. استطاعت مرسيدس أن تؤمن مستوى متميز بالتجهيزات، فمثلا المميزات الداخلية فرش جلد، أزرار تحكم في عجلة القيادة، كراسي كهرباء، مساند رأس أمامية، مساند رأس خلفية، التحكم في ارتفاع كرسي السائق، زجاج كهرباء أمامي، زجاج كهرباء خلفي، التحكم بالزجاج بلمسة واحدة، قفل مركزي للأبواب، نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، حمل أكواب أمامي، مسند يد أمامي مكيف، أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والأبواب الخلفية، درج تخزين أمامي، إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية. بالنسبة للمميزات الخارجية، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربية، إشارات بالمرايات الجانبية، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، مصابيح أمامية ليد حساسة للإضاءة، مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار، تحكم بالمصابيح الأمامية من عجلة القيادة. مميزات الأمان، نظام فرامل ABS، نظام توزيع الكتروني للفرامل اللي هو EBD، نظام ايموبلايزر ضد السرقه، برنامج التوازن الالكتروني ESP، صوت تنبيهي في حاله عدم غلق السياره، النظام الذكي لركن السياره، فيها كاميرا خلفيه، فيها وسائد هوائيه للسائق والراكب الامامي، حزام امان خلفي. بالنسبه للمميزات الاضافيه، فيها مثبت سرعه، تحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب، النظام الصوتي متكامل، مدخل USB، فيها بلوتوث، كمبيوتر رحلات، تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، فيها مخارج كهرباء، فيها إضاءة بالشنطة الخلفية. بالنسبة للفئة الثانية CLA 180 إيربان كوبي، دي سعرها بعد تخفيض الجمارك وصل 660 ألف جنيه مصري، ولو هتشتريها قسط وهتدفع مثلا 20% مقدم وتقسط على 5 سنوات يبقى هتدفع مقدم 132 ألف، والقسط هيكون 15128 على 60 شهر. سعة المحرك 1595 سي سي، قوة الموتور 122 حصان، العزم الاقصى 200 نيوتن متر، 4 سلندر، نقل حركه اوتوماتيك، نوع الجر امامي، 16 سباب، عدد نقلات الفتيس 7 نقلات، سعه خزان الوقود 56 لتر، استهلاك الوقود لكل 100 كيلو 5.6 لتر، نوع الوقود 95، التسارع من 0 ل 100 بيتم في 8.7 ثانيه، سرعتها القصوى 210 كيلو، مقاس الجنط 17، فيها 5 مقاعد، 4 ابواب، سعه الصندوق الخلفي 470 لتر، وارتفاعها عن الارض 16 سم. بالنسبه للمميزات الداخليه، فيها فتحه سقف كهرباء، فرش جلد، عجله قياده من الجلد، عجله قياده بها ازرار تحكم، كراسي كهرباء، مساند راس اماميه ومساند راس خلفيه، في تحكم في ارتفاع كرسي السائق، ازاز كهرباء امامي وازاز كهرباء خلفي، التحكم بالإزاز بلمسة واحدة، في قفل مركزي للأبواب، نظام زر التشغيل وإيقاف المحرك، حامل أكواب أمامي وحامل أكواب خلفي، مسند يد أمامي مكيف ومسند يد خلفي، في أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والأبواب الخلفية، درج تخزين أمامي، إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية. بالنسبة للمميزات الخارجية، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، إشارات بالمرايات الجانبية، في فوانيس ضباب أمامية وخلفية، مصابيح أمامية ليد حساسة للإضاءة، ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار، في تحكم بالمصابيح الأمامية عن طريق عجلة قيادة. بالنسبة لمميزات الأمان، نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبلايزر ضد السرقة، فيها برنامج التوازن الإلكتروني الESP،
في صوت تنبيهي في حاله عدم غلق السياره، نظام ذكي لركن السياره، فيها كاميرا خلفيه، وسائد هوائيه للسائق، وسائد هوائيه للراكب الامامي، فيها حزام امان خلفي، مثبت سرعه، تحكم عن بعد في غلق فتح الابواب، نظام صوتي متكامل مميز، مدخل يو اس بي، فيها بلوتوث، كمبيوتر رحلات، تحكم في نظام الصوت من عجله القياده، طفايه سجاير متحركه، مخرج كهرباء، فيها اضاءه بالشنطه الخلفيه. اسيب حضراتكم مع الصور لنهايه الفيديو. أشكركم لحسن المتابعة، وأتمنى يكون الفيديو مفيد، وإلى لقاء آخر من سلسلة مرسيدس بنز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.